بك 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 بي 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 صباح الخير صباح الخير صباح الخير وين الهون يعطينا ثلاثة أيام قد أسبوع وهك حشيش تيضرب فيهم في اثنين سبلة م. هاي أعطوني كراساتكم كتبتوا الواجب ولا ما كتبناش الضي هارب باي خلص كل واحد يقعد في مكانه ويسمع الدرس ما حفظناش الضي هارب اسمعوا ما ديروا لي السبلة هروب الضي حتى أنا هارب علي زيكم وصلحت الكراسات وحضرت الدرس بتاع اليوم اياه حتى انت راك تدقي في الفرجني <applause> جنيه انا كنا حتى انا نقرا حتى على ضو شمعه وندير باهي اني مستعده اني نقرا على ضي الشموع غير وين الكتابات يا ابلة وين الكتابات ما هي السبلة هذه الحصة اللي فاتت كتبت لكم الدرس على السبورة انا كتبتها بصراحة لكن انت خطي ما تعرفيش تقريه لازم تجيبي لي كتاب باش نقدر نكتب زي كتاب بالضبط حتى اني نبي كتاب معقوله لا لضي والله انا مصدومه يا أبلة مصدومه ما بجد ومش بنطق ولا عارفه ارد جاهز جويا ما هو خلاص لعلمكم انا مدرسه لا لي علاقه بهروب ضي ولا لي علاقه بكتابات واحنا مش مستعدين نقرأ من غير ضي ومن غير كتابات يا قبلة توانيني بنقول لكم فكره شو رايكم تطلبوا الكتابات ليبدا هو قاري السنه اللي فاتت نفس السنه اللي انتم فيها توا اكيد كتبتها قاعدين اطلبوهم منهم وخذوهم جيبوهم من المدرسة وانا نقريكم ونحلوا المسائل مع بعضنا لين يجوا كتاباتكم اسف يا ابي اسف صراحه احنا جماعه شارعنا اللي كانوا يقروا زمان في فصلنا توا دلنا بزنس بالصيف مشان نبيعوا في سماسه في, في طريق الشط كل درناهم غراتيس سماسه والله وين كتاباتي في اللي اعطيتهم جيراننا وفي اللي نظفت بهم الرواشن أه؟ بالله عليك كيف تبوا الدولة تجيب لكم كتابات وانتم مش محترمينهم واحد يبيع بهم في السمانسة والثانية تلمع بهم في المرش العام الجاي طرحوا في كاترو ونغلفوه غير جيبوا الكتابات بس عفوا نملة عندي كلمة تفضل أعطني كتابا وبأي ثمن عادي <كوب> حقك عليا بإذن الله ننزل للإدارة ندير لهم مذكرة هيك كيف البط العريض حبيبي بالبند العريض هو أيوة. اقرب من الوريد أيوة. حاضر انت جيبوا كتابات قبل العيد خلاص خلاص قعمز انا نبي نقول لكم حاجه نعم يا أبلة قولي لنا تعرف. حاجه تعرفوا ان الالمان واليابان مم. في الحرب العالمية الثانية قروا من غير كتابات ومن غير ضي وداروا المعجزات بلطنا جو عليها حق. سعدي تبي تعطينا شحنه ايجابيه زعمتك. هي تدق في سجن والمدير يدق في 3000 جنيه وتحكي لنا على المانيا واليابان. جو شوكر ما. هذه شنو معناها؟ معناها منوره بالعربي. بحي يا اما لما تحكي لنا على الوطنيه وتجارب الشعوب والتضحيه لازم انت تكوني قدوه لينا. أوووو عليا أووه كبدي مروشته على 2000 جنيه أنا بنقدم طلب بنقولهم يردوني مرتبي زمكان